الشخص انا اشيك عليه واخلي فيه بالانس. قديش الفرق الطبيعي ما بين النصف اليمين والشمال بالوجه؟ طبيعي بعتبره طبيعي اللي هو موجود عندنا كلياتنا. كم نسبته؟ 50. يا ويلي 50 كان 50 مش علاقة ببعض. هذا يعتبر 50% هذا يعتبر مشوه. 10 و12% اغلب البشر عندهم اختلاف ما بين اليمين والشمال، وهذا بيشمل الكلى والكبد الرئه العظام اليدين القدمين كل شيء والعيون من ضمنهم الوجه والجلد والعضلات.